طبعا الاقامه الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي لتنس الطاوله سيدات ورجال الحاصلين على كاسين يمكن غاليين جدا طبعا البطوله العربيه. النادي الاهلي بيحقق فيها نتائج رائعه، سيدات ورجال النادي الاهلي هيعود هنا من تونس بكاسين غاليين جدا. معنا في هذه اللحظات الاستاذ طارق قنديل طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه تنس الطاوله للنادي الاهلي. ببارك لك وشك حلو على طول يا استاذ طارق. طبعا بالنسبه للفرق الرياضيه بشكل عام، حابب تقولي على البطوله على الاداء؟ وفي التزام كبير جدا، يمكن بسجل مع واحد يمكن موجود معانا هنا في الفندق بيقول في التزام ما شفتوش قبل كده في سيدات النادي الاهلي ورجال النادي الاهلي. تحياتي الاول للمهندس عبد القيعي والاستاذ ابراهيم منيسي، ويا رب ان شاء الله يوفقنا كلنا بكره يا رب ان شاء الله. الحمد لله حاجه جميله طبعا اللي انت بتتكلم فيه الالتزام. و يعني النهارده كان معايا في ختام البطوله السفراء العرب ورئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد التونسي، كلهم قعدوا يتكلموا على الحمد لله على البعثه المصريه. كعاده النادي الاهلي بيخش اي بطوله بيبقى دوره ان هو لازم يكون الاول، هو ده قدر وقدر النادي الاهلي. الحمد لله يعني قمه الانضباط، قمه الروح الرياضيه، قمه الالتزام، قمه الجديه في الماتشات بطريقه يعني تخلي الناس تندهش وهم قاعدين بيتفرجوا في الصاله في قصر المنزه. فالحمد لله ربنا وفقنا في بالكاسين، ويا رب تكون في الحسن ان شاء الله لبكره يا رب ان شاء الله. كابتن خطيب يمكن جه على طول مجرد ان هو عرف ان اكيد سواء السيدات والرجال فازوا بهذه البطوله، ويمكن كمان اشاده كبيره من الكابتن طارق فوزي قال احنا تعبنا كاستاذ طارق قنديل جدا صبح وليل معانا ومجهود كبير جدا. الاول عايز اتكلم على التهنئه من الكابتن بيبو، بيشوفها ازاي على وجوه الولاد وكمان المجهود الكبير اللي بيبذل كرئيس بعثه استاذ طارق. لا دورنا وتعبنا احنا اهلاويه قبل ما نكون اعضاء مجلس اداره، فده الواجب بتاعنا وده الطبيعي، ما عملناش حاجه يعني اوفر او كده. في نفس الوقت كابتن خطيب كان متابع معايا من اول ما البطوله ابتدت، وحتى امبارح والنهارده لولا المواعيد المرتبطه بالناس بيقابلهم مهمين جوه تونس سواء اتحاد الكوره بتاعنا او غيره او الاخوه التوانسه. وفي نفس الوقت حضور التدريبات كلها مسافه كبيره قوي من التدريب بين ملعب التدريب وبين قصر المنازل اللي كنا بنلعب فيه تنس الطاوله، فكان متابع كان نفسه يحضر الاثنين نهائي. فاول ما بيخلص اول اي ماتش فيهم الاقيه بيكلمني النتيجه امبارح والنهارده اللي هو نهائي البنات ونهائي السيدات ونهائي الرجال النهارده. فحتى المفروض كان في زملائنا وفي البعثه والمقيمين هناك كانوا فضلوا ان احنا نطلع على هناك من باللعيبه يبقى يعني متواجدين بالكاسين وكده. كابتن خطيب قال لا انا اللي اروح هم ما يجوش، انا اروح لهم الفندق اللي موجودين فيه. ففعلا على طول مجرد ما وصلنا كابتن خطيب كان وصل على طول وقعد واجتمع مع اللعيبه والجهاز، وكعادته الحمد لله يعني قمه التشجيع ليهم والشكر على الاداء. والنادي الاهلي كله ما بينفصلش في كل العابه، حتى هم عبروا عن سعادتهم جامد جدا، قالوا للكابتن على الاحتفاليه اللي حصلت جوه النادي اللي هي جمعت كل انواع اللعبات كلها مع كرة القدم، كله مع يعني كل انواع اللعبات في النادي النشاط الرياضي كله يعني. فدي يعني عبرهم دي حاجة بسطاهم دايما واثرت فيهم جدا. فالحمد لله يعني النادي الاهلي اللي هو برضو تاني مفهوم عائلة الاهلي، كل من يرتدي الفانيلة الحمراء او ينتمي للنادي الاهلي هو جزء من عائلة الاهلي. برضو تاني بعثة الحمد لله كل أفرادها ملتزمين وعملوا نتائج كلها طيبة في وسط منافسات كبيرة، لأن معظم الفرق اللي معانا برضو كانت بتقابلنا فيها محترفين كتير بيبقوا جايين للبطولة بالذات يعني، ومع ذلك حققوا نتائج هايلة وطمنونا بالكاسين. ويا رب تاني وتالت تبقى فالحسن ان شاء الله لبكره ان شاء الله باذن الله. نبارك بكره باذن الله للكابتن محمود والمجلس الاداره باذن الله بكره البطوله التاسعه الافريقيه تدخل دولة بطوله النادي الاهلي بالطرف. يا رب نبارك لكل الاهلاويه بكره يا رب ان شاء الله ان شاء الله. بنشكر اكيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي لتنس الطاوله الاستاذ طارق قنديل، اكيد مجهود كبير بيبذل من مجلس الاداره، الكل بيعمل في كافه الاتجاهات. تنس الطاوله ان شاء الله تكون في الخير على النادي الاهلي هنا في تونس باذن الله. مباراه الاهلي والترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا، نعود من هنا بالبطوله التاسعه تدخل دولاب بطولات النادي الاهلي.